بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. إن شاء الله مكملين في الأرتوس دي السيشن الثالثة. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن السكادولر والسكادولينج بوليسي، وهنتكلم عن الكونتكست سويتش. طيب كنا وصلنا آخر حاجة اللي احنا كنا اتكلمنا عن الكاركترستيك بتاعت التاسك، اتكلمنا عن التايبس اوف تاسك، اتكلمنا عن الستراكشر اوف تاسك، واتكلمنا عن الستيتس الستيت بتاع التاسك. قلنا ان في اربع ستيتس مهمين، ان هو الريدي والرننج والبلوج والسسبندد او الدورمنت. كنا قلنا ان السكادولر هو الالجوريزم او البروسيس اللي هو which decided which ايه which task او thread should be accessed في اي وقت وبترن. طيب بتخش ليه؟ بتخش running state، يعني بتبقى واقفه في الريدي والتاسك والسكادولر على according للالجوريزم او البوليسي اللي هو شغال بيها، فهو بيختار تاسك معينه وبتخش ايه وبيدخلها للرننج، ومن الرننج ممكن تروح لي السسبند. تمام، ممكن تسسبند نفسها او تسسبند تاسك تانية، وممكن تروح للبلوك ديلي او بتويت على ايفنت او بتريكوست الايفنت فبتروح للبلوك، وهكذا تفضل وهكذا وهكذا وهكذا. اشهر سكادولينج الجوريزم او سكادولينج بوليسي السكادولينج بيشتغل بيهم حاجه اسمها فيكسد بيوريتي. الحاجات دي كلها ان شاء الله هنعدي عليها يعني بالتفصيل. فيكسد بيوريتي، ودي انا بدي للتاسك للتاسكات اللي عندي بيوريتي. تمام، واثناء الرن اثناء يعني واثناء البيلد واثناء الرن خلاص هي بتبقى البيوريتي ثابته، ما اقدرش اغيرها في الرن تايم. طيب الراوند روبن ده برضو نوع من انواع ال يعني السكادولينج الجوريزم، الاي دي اف اللي هو الايرلس ديدلاين فيرست وريت مونيتورنج. دول اشهر اربعه. في طبعا اكتر من يعني في 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 ممكن يعني ممكن نعمل اكستند للالجوريزم ديت، نضيف عليها شويه حاجات، بس طبعا هنضيف عليها وقت ما ناخد الايه وقت ان شاء الله ما هنشرح وقت ما هنشرح الالجوريزم ده يعني في وقتها. طيب واتكلمنا برضو عن السيستم تك، قلنا هو ده المين يونت. تمام، هو ده الهارت يونت بتاع الاوبريتنج سيستم تايمر. تمام، هو اللي بيعمل هو اللي بيتراك الاوبريتنج سيستم تايمر، هو اللي بيتراك الديلي. تمام، يعني لو حصل اللي هو هنشوف ان شاء الله اللي هي التاسك او الفانكشن اللي بتراك الديلي او اس، اللي هي بتطلع التاسك من حاله الرننج لحاله البلوك بتعمل ديلي، هو بتيجي السيستم تك او السيستم تايمر هو اللي بيتراكها يعني. طيب وقلنا ان التك ده تمام ما هو الا سكادولينج ايفنت. تمام، زي ما قلنا المره اللي فاتت ان السكادولر على الاقل حاليا هو بيجي في تو ايفنت، بيجي كل تك السكادولر بيجي هنعرف ده بالتحديد بيجي يعمل ايه. تمام، وانس ان التاسك خرجت للبلوك السكادولر هنا لازم يجي، فديت حتتين. طيب تو ايفنت يعني. طيب هناخد النهارده ايه الجديد بقى. طيب حاليا الاوبريتنج سيستم عشان يتراك ما بين يعني انا كنت والله مثلا في تاسك ايه كانت في الرننج وجالها ديلي مثلا فهتروح للبلوك. طيب انا كسكادولر المفروض اتراك هي كانت واقفه فين، هي كانت واقفه مثلا في السطر الفلاني، فلازم يعني اتراك العنوان بتاعها يعني البي سي بتاعها يعني. اوكي، طيب لازم اتراك السي بي يو ريجستر اللي كانت بتستخدمها،
لازم اتراك الستاك بوينتر بتاعها. طيب في حاجات تانية انضافت بقى الاوبريتنج سيستم، يعني الحاجات دي ممكن تكون بديهية، احنا ممكن نكون يعني عارفينها قبل كده من الكونتكست سويتشنج بتاع الفوق جراوند الباك جراوند، الكونتكست سويتشنج بتاع الفانكشن والاي اس ار ممكن نكون عارفينهم، بس اللي زاد بقى اللي انا هتراك الاي دي اي، يعني التاسك اي دي بتاعها، التاسك نيم، التاسك بايوريتي، كل الكلام ده لازم اتراكه معايا. فقال لك طيب انا هتراك الكلام ده ازاي بقى، يعني انا هعرف الكلام ده ازاي، يعني التاسك ايه كنت شغاله في الرننج وعايز تروح البلوك جالها ديلي مثلا 500 ملي ثانيه. طيب انا قبل المفروض قبل ما اوديها البلوك المفروض احفظ الحاجات دي، احفظ السي بي يو البي سي بتاعها، البروجرام كاونتر بتاعها، الستاك بوينتر بتاعها، التوب اوف ستاك اللي كانت بتستخدمه، السي بي يو ريجستر، الحاجات اللي كانت بتستخدمها، كل الكلام ده لازم اتراكه، لازم اكون احفظه بحيث ان هي ممكن لما تخلص ديلي ممكن الاسكادول يدخلها تاني، فهو يدخلها على اساس ايه؟ يعني هو هيتراك ازاي قصدي؟ فلازم ان هنا ايه يبقى في ميكانيزم بشكل ما. فقال لك في حاجه اسمها ستاك تي سي بي اللي هو تاسك كنترول بلوك. التاسك كنترول بلوك ده ما هو الا داتا ستراكشر، حته ميموري كده داتا ستراكشر، بي كل مهمتها اللي هي بتمنتين انفو عن التاسك، هي دي كل مهمتها. طيب انفو زي ايه؟ والله انفو زي الستاك بوينتر، التوب اوف ستاك بتاع التاسك دي، التاسك اي دي، التاسك نيم، التاسك بايوريتي، البروجرام كاونتر، والسي بي ريجستر، كل المعلومات ديت وفي معلومات تانية برضو هي بتركها هي بتحفظها. طيب برضو يعني هي يعني طب يعني هو التي سي بي دي بتبقى موجودة فين؟ طيب وانس ان التاسك حصل لها كرييشن، وانس ان التاسك انا عملت لها كرييشن وعملت وي رحت لي ندهت لي السكادولر او اس ستارت، يعني ستارت السكادولر، تمام، بيتكريت لكل تاسك الستاك والتي سي بي بتاعها. هتلاقي هنا انا كاتب كلمه وبيحصل لها انيشيت، الكلمه دي احنا هنأجلها بس شويه، دي طبعا هامه جدا، دي هنأجلها شويه شويه بس 5 دقايق. طيب دلوقتي لما اتفقنا ان هو التاسك وانس انها حصل لها كرييشن ورحت للستارتنج سكادولر، خلاص السيستم بتاعي قام، خلاص كل تاسك بيتكريت لها حاجتين، التاسك الستاك بتاعتها والتي سي بي بتاعتها. طيب يعني انت عايز تقول لي ان هو مثلا انا عندي والله لينا، لا لا سوري سوري، دي الروم اهي، دي التاسك ايه، دي التاسك بي، دي التاسك دي مثلا، ماشي. طيب once ان التاسك دي حصل لها كرييشن ف بيتكريت لكل بيتكريت لكل بيتكريت لكل تاسك التي سي بي بتاعها والستاك، التي سي بي ده طبعا خاص بيه، ده التاسك بتاع ايه؟ تي سي بي و تاسك والستاك بي، تي سي بي و ستاك، طيب طيب عظيم جدا. طيب هو انت يعني هو انت حاطط التي سي بي تحت ليه؟ يعني هو الترتيب ده مهم، ما ممكن اجيب التي سي بي ده فوق الستاك والستاك دي تنزل تحت، ايه الفكره؟ مهم جدا. ليه بقى؟ طيب زي ما احنا كنا اخدنا في كورس يعني في السي
في البوينترز، كنت انا في البلاي ليست بتاعت البوينترز والبلاي ليست بتاعت بيلد ان بروسس، كنت اتكلمت في القصه دي اكتر من مره، ان الستاك بتاعتي لازم اكون عارف هي بتجرو اب ولا داون. طيب وانس ان هي بتجرو داون، بتجرو داون يعني كل ما بوش بعمل ديكريمنت، وكل ما اعمل بوب بعمل انكريمنت. طيب هنا لما هنا لو حصل اوفر فلو هيكتب فين؟ يعني لو حصل اوفر فلو عندي، انا خلصت المساحه بتاعت الاستاك، الزيز بتاعت الاستاك، وهيحصل اوفر، هيحصل اوفر فلو، فهكتب هنا، يعني هكتب في الادرس الايه الهاير ادرس، فانا هكتب هنا مش هكتب هنا. فلازم نحط التي سي بي تحت بحيث انها تكون محميه. تاني عشان الحته دي مهمه. طيب انا عندي الرام اهيت، تمام عظيم جدا. طيب احط الاستاك هنا ولا والله قال لك الاستاك هو اللي هيحدد انت هتحط التي سي بي فين. طيب الاستاك بيجرو داون، تمام. طيب لو حصل اوفر فلو للاستاك، هيكتب فين؟ يعني هل هيكتب هنا ولا هيكتب هنا؟ لا قال لك هيكتب هنا، هيكتب هنا، هيكتب في المنطقه دي. فقال لك حط التي سي بي عكس اتجاه الكتابه. طيب عظيم جدا. طيب لو كان الستاك بيجرو اب، تمام، فانا احط الايه تي سي بي عكس. طيب عادة في اكتر من طريقة ممكن تتراك بيهم القصة دي. اقول لك ازاي، اقول لك نفس الطريقة اللي احنا استخدمناها من شوية. شوف الستاك هو اللي بيحدد ده، هو بيجرو داون، وعادة هو بيجرو داون يعني، تمام. فانت هتحط تي سي بي عكس، لانه لما يحصل اوفر فلو هيكتب هنا. طيب والله بص انا عارف ان هو بيجرو عكس، يعني انا عارف ان هو بيجرو داون يعني، ماشي يا سيدي، بس انا مش عايز احطه تحت، انا مش عايز احطه. فقال لك خلاص الاستاك اهوت، استنى بقى عشان ايه، انا عارف ان الاستاك بيجرو داون، ولو حصل اوفر فلو هيكتب عليه التي سي بي. فبالتالي لو حطيت التي سي بي هنا، لو حطيت انا التي سي بي هنا، هو هيكتب على التي سي بي، فبالتالي الداتا بتاعتها هيحصل ليها كوربشن. فقال لك في حل ليها، انك تعمل ما بين الاستاك وما بين التي سي بي بتاعته هنا جارد اريا، اللي احنا كنا خدناها قبل كده وعرفنا دي ايه، جارد اريا هنا ما بين الاثنين، بحيث الجارد اريا دي انت ممكن تحط فيها باترن معين، ايه مثلا 1 0 1 0 1 0 1 0 مثلا يعني، تمام. الجارد اريا دي بين التي سي بي وبين الاستاك، يعني هيبقى شكل عامل كده، ادي الاستاك وادي التي سي بي وادي الجارد اريا، ودي التي سي بي ودي الاستاك. طيب الاستاك عرفنا ان هي خلاص بتجرو داون، وانا عايز احط تي سي بي عم فوقها، انا يعني انا عايز اعمل كده. طيب اوكي خلاص ماشي، هتضطر بقى تحط هنا ايه جارد اريا، تحط فيها اي باترن، اي باترن 1 0 اي بي سي اي حاجه، وتروح كل شويه تشيك هل الباترن ده اتغير اتكتب عليه ولا لا. لو اتكتب عليه يبقى حصل ايه ستاك اوفر فلو، فانت تاخد وقت اكشن بقى، وقتها تاخد اكشن بقى بطريقه ما. ما حصلش لقيت الباترن ده زي ما هو، يبقى ما حصلش اي ايه اي ستاك اوفر فلو. وعاده يعني الشكل ده هو اللي بيبقى موجود، اللي هو بيبقى التي سي بي محطوط ايه تحت الستاك، على سن الستاك بيجرو داون يعني. طيب عرفنا دلوقتي التي سي بي بيتحط فين، ولو عايز تحطه فوق عايز تحطه تحت، شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. طيب ماشي حلو. يبقى دلوقتي كل ما يحصل كرييشن، وانس ان هو حصل كرييشن للتاسك والستارت سكادولر اشتغل، هيحصل كرييشن للستاك، كل تاسك ليها الستاك بتاعتها والتي سي بي بتاعتها. طيب ماشي دلوقتي بقى هو هيعمل ازاي سويتش ما بين التاسكات، يعني هيخزن مين في ايه، والتي سي بي دي يعني هيخزن فيها ايه، طب والستاك دي هيخزن فيها ايه. طيب تعالى بقى بكل بساطة كده نعمل هنا موديل كده، ده البروسيسور بتاعي،
تمام. وده البروجرام كاونتر بتاعي البي سي دوت، وده الستاك بوينتر بتاعي، ودي السي بي ريجستر. سي بي يو ريجستر، ماشي، عظيم جدا. والله انا كان عندي دي الروم او الفلاش، يعني فلاش، ماشي. انا عندي تاسك ايه، عندي تاسك بي، خليها بس ايه جاست دلوقتي، تاسك تو تاسك يعني. ماشي، ماشي، دي الرام اهيت، تمام. وزي ما قلنا حصل كرييشن للتاسك خلاص، فكل تاسك هيبقى ليها الايه، هيبقى ليها الاستاك بتاعتها والتسب بتاعتها. لا انا مش عايز كده، ستاك ستاك ايه تي سي بي ايه، تي سي بي بي وستاك بي. عادة برضو معلومة لا ممكن يكون ما قلتهاش، عادة التي سي بي اللي هو الداتا، اللي هو الداتا ستراكشر، حتة الداتا ستراكشر الميموري ديت، عادة دي بتبقى ثابتة في كل التاسكات، بتبقى ثابتة مش بتتغير. يعني مثلا انا بخصص، مثلا انا بخصص يعني مثلا 50 بايت وخلصنا، او 50 وورد وخلصنا، بس بتبقى ثابتة في جميع التاسكات. اللي بيتغير حجمه بيبقى الستاك، بتتغير من كل تاسك لتاسك. ممكن تاسك تاخد 100، ممكن تاسك تاخد 50، ممكن تاخد 200. التي سي بي هو اللي بيبقى ثابت. طيب ماشي، حاليا انا كنت شغال حاليا والله انا كنت شغال في تاسك ايه اهيت، تمام. و الاسكادولر زي ما كنا بنقول، هو بيرن امتى؟ بيرن كل تيك، جه في التيك مثلا تي 3 مثلا، بعد تالت تيك مثلا، ولقى ان في تاسك بي دخلت الريدي، دخلت من السسبند للريدي، والتاسك بي دي اعلى بايورتي، يعني واخده مثلا بايورتي 2 مثلا، يعني وتاسك واحد بايورتي 1. فبالتالي هيعمل ايه؟ هيطلع التاسك ايه ديت، يحطها فين، يدخلها في الريدي تاني، و ايه يدخل تاسك بي الرننج، تمام. فهتلاقي هنا تمام، وتاسك بي اهيت، طيب. قبل ما يعمل رننج للبي ديت، المفروض اللي هو عمل شوية حاجات، يعني تراك الايه بشكل ما. بيعمل ايه في الاول؟ قال لك والله بص، انت بتروح للاستاك بتاعت الايه، طيب بتعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لك بتعمل بسم الله الرحمن الرحيم كده، بتعمل حاجه اسمها انت بتسيف الكونتكست، بتسيف الكونتكست. save the current save the current context task. طيب يعني ايه بسيف الكرنت كونتكست تاسك؟ قال لك يعني انت عندك الستاك بتاعت ايه، ستاك ايه، تعمل ايه؟ والله هو التاسك ذات، والله كان فيها فاريبل مثلا، فاريبل هو كان فيها لوكال فاريبل مثلا ايه، كان فيها لوكال فاريبل تاني، فاريبل تاني مثلا اكس، كان فيها شويه لوكال فاريبل. طيب المفروض بقى انا اعمل ايه كاوبريتنج سيستم؟ قال لك انا كاوبريتنج سيستم المفروض ان انا ايه اسيف جوه الستاك دي شويه حاجات،
ايه شويه الحاجات اللي انا هسيفها؟ قال لك مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم انت هتعمل بوش ل البي سي. يعني ايه البي سي؟ يعني هو هنا البي سي هيكون شغالين في ايه هو، فبالتالي البي سي بتاع الايه مثلا كان اللي هو النكست انستراكشن، يعني بتاع النكست انستراكشن بتاع الايه اللي كان المفروض يتنفذ، مثلا اي حاجه مثلا اكس مثلا. حلو، فهو اخد البروجرام كاونتر اللي هو بيساوي الاكس وحطه هنا. ماشي ماشي يا سيدي بالتوفيق. ايه تاني؟ قال لك والله انت هتاخد السي بي يو ريجستر اللي انت كنت بتستخدمها، هجيب من السي بي يو ريجستر اهي، السي بي ريجستر من البروسيسور، اروح اجيب السي بي ريجستر اللي الستاك ايه كانت بتستخدمها، هيعملها بوش فيه هنا. طيب كل ده وانت بتعمل بوش ده، كل ده والستاك بوينتر بتاعك ايه بيتحرك، صح؟ بيتحرك في الستاك، فهتلاقيه واقف هنا مثلا ستاك بوينتر اهو. ماشي، هنخلي ده مثلا ستاك بوينتر مثلا 0x100 مثلا، يعني رقم حلو حلو عظيم جدا. يبقى انا دلوقتي رحت عملت بوش لي البروجرام كاونتر، رحت عملت بوش لي الريسيفر ريجستر، رحت لقيت بقى ايه ان الستاك بوينتر بيشاور على التوب اوف ستاك. طيب هل ده احطه فين؟ الستاك بوينتر ده احطه فين؟ قال لك لا، ده بقى بيتحط في التي سي بي. التي سي بي بتاعت ايه؟ بتاعت التاسك ذات نفسها اهي. هروح اخزن جواها، هروح والله اعمل كوبي ل الستاك بوينتر وهكتبه هنا، والله الستاك بوينتر هنا كان 0x100. شكرا. ماشي، وهخزن التاسك نيم والتاسك اي دي والتاسك بايوريتي، كل الحاجات دي هخزنها في التي سي بي. بس اهم حاجه عندي ان الستاك بوينتر يتخزن في تي سي بي. ليه بقى؟ ليه يعني ليه الفلسفه ديت؟ ليه ما انا كنت خزنته يعني ليه البروجرام كاونتر بتخزن انا ما تخزنش انا مثلا؟ يعني ايه الفكره يعني؟ مش فاهم برضه يعني ليه؟ وليه السي بي ريجستر ما تخزنش في الليفل في الستاك بوينتر؟ مش عارف ايه الفلسفه ديت يعني. قال لك لا، دي مش فلسفه، دي كده شيء بالمنطق. والله بص، انت عندك شقه فيها 3 اوض، حلو والله عظيم جدا، فيها مثلا 3 اوض او اوضتين، اوضه فيها البي سي تمام، رحت انت قافل، رحت انت طالع من الاوضه تحت البي سي دي، ورحت قافل بالمفتاح وسايب المفتاح في الباب من بره. ماشي اوكي، جيت للاوضه التانيه بتاعت السي بي ريجستر ورحت قافل بالمفتاح من بره وسايب المفتاح في الباب. ماشي، ولو في اوضه تاليه ولو في اوضه تالته يعني، بتروح قافل المفتاح من بره الاوضه وتروح سايب المفتاح مكانه وماشي. طيب حلو كده، بعد ما تخلص الاوضه هتعمل ايه؟ هتروح قافل باب الشقه من بره بالمفتاح. حلو، انت كده قفلت باب الشقه بالمفتاح، المفتاح ده هتحطه فين؟ المفتاح ده انت هتحطه فين؟ المفتاح ده انت لو سبته كده من غير ما تحطه في التي سي بي، نفس التصرف بتاع اللي قفل بالمفتاح وراح رامي المفتاح جوه الشقه، يعني رامي المفتاح تحت الباب، كده تدمرت الدنيا، كده احنا محتاجين بقى نجيب نجار يفتح الباب بتاع الشقه ذات نفسه، لان المفتاح انت رميته تحت. انت فاهم اقصد ايه؟ طيب يبقى المفتاح بتاع الشقه ده المفروض الشيء البديهي المفروض تحط فين؟ لو انت يعني لو انت مش هتسيبه معاك، هتسيبه مثلا عند جارتك، ابسط مثال يعني، هتسيبه عند واحد صاحبك، هتسيبه والله عند مثلا حد من العماره او حد من البيت، هتسيبه عند واحد صاحبك، هتسيبه عند جارتك، هتسيبه عند واتف. بس المهم ان انت ايه، مش هترميه تحت الباب تاني، مش هترميه تحت جوه الشقه تاني، ده شيء بديهي. طيب الستاك بوينتر هو ده المفتاح بتاع الشقه، المفروض اخزنه فيه التي سي بي، لان وانس انا كتاسك ايه لما احب ارجع تاني للرننج، السكادولر اختارني لسبب ما انا ما اعرفوش ودخلت الرننج، المفروض هنا هيلود الحاجات دي كلها، هيلود يعني هيجيب ايه؟ هيروح يجيب المفتاح بتاع الشقه اللي هو الستاك بوينتر، هيروح يجيبه منين؟ من التي سي بي بتاع التاسك، من التاسك كنترول بلوك بتاع التاسك ذات نفسها، هيخش يجيب كوبي من الستاك بوينتر ويحطه فيه الستاك بوينتر اللي موجود في البروسيسور، هيحط مثلا 0x100. طيب وبعد ما احط 0x100 هنلاقي عندنا في الستاك بتاعت التاسك الستاك بوينتر بيشاور على 0x100،
هنروح لسيري اقسيميه هنعمل بوب للسيبي ريجستر، فهناخد القيمه بتاعت السيبي ريجستر بتاعت الريجسترات ونحطها هنا. واخيرا هروح البي سي، البي سي اتحط اخر حاجه، اتحط اخر حاجه يعني اتحط اول حاجه عشان لما اجي اعمل بوب يبقى اخر حاجه اعملها، يعني وانس ان انا عملت بوشنج للبي سي. ليه البي سي اول حاجه نزلت؟ لانه المفروض اخر حاجه تطلع. اخر حاجه تطلع ليه؟ لان انا وانس ان انا كتبت في البي سي ده اي قيمه، يعني قلت له مثلا والله انت القيمه بتاعتك مثلا واي مثلا، فوانس ان البي سي اتحط في قيمه هيشتغل، فبالتالي المفروض اخر حاجه اطلعها من اخر حاجه اعملها بوبينج المفروض تبقى الستاك البروجرام ايه؟ البروجرام كاونتر. يبقى تاني ماشي تاني، مش يعني مش هنزه، هو الموضوع ممكن يكون شائك في الاول كده شويه بس ايه. طيب انا والله تاسك مثلا تاسك اكس، تاسك اس دي كانت شغاله بتنفذ في الرننج مفيش اي حاجه تدعو لاي حاجه، وبعدين في وبعدين وانس هي كانت شغاله والله ايه جالها ديلي 500 مللي، فهتعمل ايه السكادولر؟ هيعمل ايه؟ هتروح ايه؟ هتروح للبلوك. قبل ما تروح للبلوك المفروض تسيف الكرنت كونتكست، تسيفه يعني ايه كلمه سيف كرنت كونتكست؟ يعني هتسيف السي بي ريجستر، هتسيف البروجرام كاونتر، هتسيف الستاك بوينتر، هتسيف الاي دي والنيم والبايوريتي وكل حاجه بتاعت التاسك دي. طيب مين هيتحط في الستاك ومين هيتحط في ال ومين هيتحط في التاسك كنترول بلوك؟ قال لك الستاك التاسك دي والله كانت مكريته شويه لوكال فاريبل، ماشي خلاص، كان ده اكس وواي وزد، ماشي خلاص ماشي اوكي، دي حاجات لوكال ماشي. طيب كانت خلاص كده، قال لك لا انت المفروض تحط لي البروجرام كاونتر، ده اول حاجه تعملها بوشايت. طيب ايه تاني؟ والله السي بي ريجستر. وانا شغال اصلا، وانا شغال عمال اعمل بوش، هتلاقي الستاك بوينتر كان هنا في الاول، وبعدين كان هنا، وبعدين اتحرك بقى هنا، وبعدين اتحرك اخيرا بقى هنا، ده اخر مكان خلاص في الستاك اهو، يعني اخر مكان توب في الستاك، فهتلاقي الستاك بوينتر مثلا 0x200 ماشي حلو عظيم جدا. الستاك بوينتر ده هل اسيبه كده وامشي؟ معنى انك سبته يعني معنى انك عملت كده وخلاص، قلت يا جماعه انا عملت سيف كارنت شكرا انا مروح، معنى كده انك رميت المفتاح بتاع الشقه جوه الشقه من تحت الباب، ده كده انت دمرت الدنيا. المفروض اخد كوبي من الستاك بوينتر ويخزنها في التي سي بي، التي سي بي طبعا بتاعت التاسك، او والله السي بي يو بتساوي 0 اكس مثلا 200 اوكي تمام ماشي. طيب التاسك اكس دي دخلت خلاص البلوك، وفي تاسك تانية جات اعمل شوية حاجات وماشي ماشي ماشي، وبعدين في الاخر ايه تاسك اكس دي عبى ايه راجع تاني للريدي من البلوك، والسكادولر اختارها تخش تاني. طيب هو هيدخلها تاني ازاي؟ هعملها ايه؟ هعملها عملية لود كرنت لود ذا نيكست تاسك. يعني ايه عملية لود؟ يعني هو هيروح اول حاجة يجيب المفتاح بتاع الشقة من جارتنا، هيروح يجيب البي السي بي يو سوري ستاك بوينتر والقيمة يعني اللي موجودة فيه، ويحطها في الستاك بوينتر. الستاك بوينتر ده فين؟ ما هو انا ما عنديش غير ستاك بوينتر واحد، يعني اللي هو ايه الريجستر ذات نفسه اللي موجود فيه البروسيسور، ما فيش اختراع في كده يعني. طيب هيحط هنا يكتب هنا والله 0x200 ماشي. بعد ما اكتب 0x200 هتلاقي الستاك بوينتر بيشاور على الستاك، بيشاور على ادرس في الستاك. طيب اوكي ماشي خلاص، هروح للستاك هعمل بوب، هعمل بوب ليه؟ للسي بي ريجستر، هاخد القيم من دي واحطها في السي بي ريجستر الموجوده، الريجسترات الموجوده في البروسيسور ماشي. ايه تاني؟ البي سي هيروح يعمل بوب للبي سي ويحطه في البي سي. ليه البي سي اخر حاجه؟ لانه وانس ان البي سي اتحط في قيمه اشتغل السيستم بتاعك، اشتغل خلاص تمام، هيبقى الستاك بوينتر فيه قيمه
والسي بي ريجستر في قيمه والبي سي في قيمه. فالمفروض وانس ان البي سي اشتغل، وانس ان البي سي اشتغل السيستم بتاعك اشتغل هيشتغل. فبالتالي البي سي ده البروجرام كاونتر المفروض يبقى اخر حاجه اخر حاجه السيستم مستنيها، اخر حاجه ما ينفعش تبقى اول حاجه. يعني ما ينفعش مثلا يبقى الستاك بوينتر لسه مش عارف الستاك بوينتر كام، يعني انا لسه مش عارف، والسي بي ريجستر انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش السي بي ريجستر بتاعت الستاك بتاعت التاسك دي كام، واروح اقول والله بص انا اروح اجيب بقى ايه البروجرام كاونتر ده. ما ينفعش كده، انت دمرت الدنيا. لازم البي سي يبقى اخر حاجه اعملها بوب، واول حاجه اعملها بوش، اخر حاجه اعملها بوب واخر حاجه اعملها بوش. يبقى كده الموضوع بكل بساطه يندرج تحت ايه خطوتين. اول حاجه با سيف، بيعمل سيف للكرنت. كلمه كرنت هنا يقصد بالتاسك اللي هو شغال عليها في الرننج سكادولر، تمام؟ طيب التاسك اللي هو شغال عليها في الرننج، تمام، بيعمل سيف للكرنت تاسك، تمام، وفي نفس الوقت ويعني بعد شويه خطوات هنقول دلوقتي ايه الخطوات دي، بيعمل لود للتاسك اللي عليها. طيب ليه هو بيعمل سيف وبعدين بيجي لود؟ شيء طبيعي. والله انا كنت شغال في امان الله تاسك اسمها تاسك صهيبي مثلا في الرننج، جت ديلي مثلا او كانت بتويت على ايفنت والايفنت لسه ما حصلش فدخلت للبلوك. طيب قبل ما اروح للبلوك تمام، وانس ان السكادولر زي ما قلنا هو بيرن في حتتين، بيرن في التك وبيرن في الايه، وبيرن في لو التاسك عايزه تروح البلوك يعني. طيب والله هو كل تك زي ما اتفقنا السكادول بيرن، فكل تك اللي بيحصل سيف بشكل تلقائي بحت، يعني بشكل تلقائي بيحصل سيف للكرنت، لان ممكن في كل تك التاسك دي تتغير، ممكن يعني انا ما اعرفش، تمام، ممكن في التك الاولانيه مثلا او في التك الثانيه او في التك الثالثه التاسك دي تحصل لها ايه سويتش يعني تتغير. فبالتالي لازم انا بشكل تلقائي اعمل سيف للكرنت كونتكست. سيف ايه يعني؟ اخزن ده واعمل ده والحاجات اللي احنا ساعتها بنشرحها. طيب واروح اودي بقى التاسك دي مثلا للكنترول للبلوك بقى ستيت وبتاع الكلام من ده، والف لفتي والسكادول هيعمل شويه حاجات، هيروح ايفالويت، هيروح بقى ايه زي ما كنا بنقول هيزود الكاونتر اللي موجود في البلوك ستيت، الكاونتر اللي بيعد العداد اللي بيعد التكات يروح يزوده واحد، تمام، عشان ايفالويت التاسكات اللي موجوده في البلوك، اللي ممكن فيه تاسك تكون خلصت خلاص، يعني هي كانت مثلا بتويت عليها 500 مللي مثلا، و 500 مللي خلاص، فهي السكادولر بيجيبها يحطها في ريدي. ماشي سيدي، ماشي، شكرا، ماشي. والسكادولر هنا بيختار بقى، والله انا عندي مثلا تاسك محمد وتاسك عصام وتاسك ابراهيم وتاسك عز، هو بيختار على اساس ايه؟ قلنا الجوريزم وبوليسي معينه مش قصتنا دلوقتي. هو قرر ان هو والله انا هختار مثلا التاسك بتاعت عزه هتخش دلوقتي، المفروض يعمل ايه؟ المفروض بقى يلود الحاجات بتاعت عزت، المفروض يلاقي ويتراك بقى الحاجات يعني. فبيروح يعمل ايه؟ بيروح يعمل بوب ليه قبل البوب، مظبوط كده انت صح، المفروض يروح يعمل كوبي للستاك بوينتر من الدي سي بي بتاعت عزت، بيروح للدي سي بي بتاعت عزت ياخد كوبي من الستاك بوينتر ويروح يحطه في الستاك بوينتر، ماشي. وبعدين يروح يعمل بوب للسي بي ريجستر والبي سي بتاعت عزت. وانس ان هو عامل بوب التاسك بتاعت عزت هتشتغل خلاص، هي بقت حاليا فرانينج انسو اون وبتقعد تلف وتلف وتلف والدايره بتقعد تلف كده وهكذا الى ما لا نهايه. طيب في سؤال مهم هيجي دلوقتي في دماغك، تقول لي طيب يعني كل الكلام ده بتبقى محترم والله يعني وبالتوفيق، بس هو انا اول ما ببدا السيستم وكنت مثلا في تاسك ايه مثلا، وكنت في تاسك او لسه يعني لسه وكنت في تاسك ايه بنفس تاسك ايه، حلو ولا عظيم. طيب وحصل كونتكست سويتشنج ورحت البي سكادولر وداني البي عامل له، هو بيلود البي ديت منين؟ يعني هي اول مره اصلا تيجي، ف
فملهاش ماضي. يعني هي مثلا هو منين عرف البروجرام كاونتر بتاعها؟ يعني الحاجات دي اتعاملها بوب امتى؟ انت الحاجات دي اتعاملها بوش امتى؟ التاسك دي لسه بالكيسه بتاعتها، لسه اول مره تستخدم اهي. هو منين بقى عرف البروجرام كاونتر؟ يعني هو اما يروح يبص للستاك او يروح يبص للتي سي بي بتاعت التاسك بي عشان يلوتها بقى عشان يدخلها للرننج، هو هيعرف منين؟ يعني ده التاسك لسه بالكيسه اول مره تستخدم. يعني مين اللي كتب يعني مين اللي حط المعلومات دي اصلا؟ المعلومات دي اصلا هل هي اصلا موجوده ولا لا؟ هقول لك تعالى نرجع حتتين كده ورا واقول لك. بص، once the task is created the stack and PCB is created and initialized. operating system بيعمل initialized، بيعمل initialized يعني كلمة initialized يعني بيروح يتراك، بيروح يخزن البروجرام كاونتر والسي بي ريجستر والستاك بوينتر، بيروح يخزنها وكأنها محصور وكأنها كانت مستخدمة قبل كده، برغم ان هي لسه بالكيسة، لسه ما فيش اي حاجة. يعني معنى ايه الكلام ده؟ يعني والله كان عندي تاسك ايه، تاسك اكس مثلا، ماشي، انا كنت شغال على اول سيستم ما بدأ بالتاسك ايه، تمام. ف هو هيروح برضو يلوت هنا تاسك ايه منين؟ يعني هو هيعرف الادرس بتاع تاسك ايه منين؟ يعني ومتخيلين. طيب هيقول لي والله بص، هو هيروح للفلاش يجيب البروجرام كاونتر، ماشي يا سيدي، هيروح للفلاش وادي تاسك ايه اهيت، اكيد البروجرام كاونتر بيشاور على النكست، على النكست انستراكشن، ماشي يا سيدي، ماشي. طيب حصل دلوقتي كونتكست سويتشنج، و هو عايز دلوقتي يلود تاسك اكس. طب هو لو التاسك اكس دي ازاي؟ اقول لك اثناء الانشاليزيشن بتاع التاسك، اثناء الكرييشن، هو افترض يعني ان تاسك اكس دي اصلا كانت مستعمله قبل كده، فهتلاقيه كان مخزن البروجرام كاونتر بتاعها، يعني البروجرام كاونتر جابه منين؟ من هنا، والسي بي ريجستر بتاعتها ممكن تكون هي يعني ما استخدمتش فعلا السي بي ريجستر، هي لسه بالكيسه، تمام. وايه والستاك بوينتر او التوب اوف ستاك بتاعتها. طيب وانس بقى ان التاسك دي انا عايز انفذها، هي اول مره اهي، هيروح ل طبعا ده اتعمل له كوبي في التي سي بي، هيروح للتي سي بي بتاعت الاكس، هياخد ايه، هياخد الستاك بوينتر، هيروح يحطه في الستاك، يشاور على الستاك، هيروح يعمل بوب للسي بي ريجستر مثلا، مش هيلاقي اصلا، في مفيش قيمة اصلا يعملها بوب، تمام. هيروح يبوب الايه، البروجرام كاونتر. ده اثناء الانيشاليزيشن، ده بره عنك، ده باي هاردوير خالص، يعني مش هاردوير، اقصد الاوبرين سيستم هو المسؤول عن القصة دي، تمام. طيب يبقى دلوقتي عايزين بس نرتب الافكار عشان ممكن تكون الدنيا ساحت شوية. طيب حاليا اللي بيحصل وانس ان السكادولر ران، سواء في كل تيك افري تيك، او وانس ان التاسك عايزه تطلع بلوك، جالها ديلي او بتقول على الفيندو عايزه تطلع بلوك، اللي بيحصل اول حاجه بتحصل ان هو بيسيف الكرنت بتاعتها، بيسيف الكرنت تاسك، بيسيف يعني ايه كلمه سيف؟ يعني بيروح يبوش البروجرام كاونتر، بيروح يبوش السي بي ريجستر، بيروح يعمل كوبي من الستاك بوينتر بتاعت التاسك ديت، بتاعت الستاك ده، بتاعت التاسك ديت، وبيروح يحطه فيه الدي سي بي بلوك. طيب ماشي يا سيدي، وطبعا بيروح يحط الاي دي بتاع التاسك والنيم بتاع التاسك والبايرت بتاع التاسك، طبعا كل ده في التي سي بي. طيب ماشي، ثم بيعمل شويه حاجات هنقولها دلوقتي، بيعمل شويه زين السكادول، بيختار ايه يعني، جات له الفوقه الحمد لله، واختار تاسك خلاص، يعني هو اخترت، انا ان شاء الله اخترت تاسك، يعني تاسك واي تخش، فهو عايز يزود بقى تاسك، عايز بقى يلود، عايز يقومها. هيقومها ازاي؟ بيروح يجيب كوبي من الستاك بوينتر
من التي سي بي بتاع التاسك واي ويحطه ويخليه يشاور طبعا على الستاك. خلاص حطه في ستاك وبيعمل عملية بوب، بيبوب السي بي ريجستر، بيبوب الستاك بوينتر، وفي حاجات تانية بيعملها بوب. وانس ان هو بيعمل بوب للبروجرام كاونتر، البروجرام كاونتر خلاص انت جبت النكست انستراكشن بتاع التاسك ديت، والستاك بوينتر عندك شغال، والسي بي ريجستر القيم بتاعتك موجودة، التاسك بتقوم بتشتغل. تمام. طيب هيجي سؤال مهم جدا دلوقتي، انا المفروض ان انا جاوبته في النص اصلا، تمام، في نص الشرح يعني، بس هو ال كونتكست السويتش ده بيحصل فين؟ فين تحديدا يعني بيحصل فين؟ الكونتكست سويتشنج بيحصل في الايسر في التك. عايزك بقى تعد، عايزين بقى نركز في الحته دي عشان الحته دي مهمه جدا يعني. طيب اول وانس ان الايس ار يعني ان التك زي ما قلنا التك جه، ايه اللي بيرن يا باشا؟ السكادولر. بسم الله الرحمن الرحيم، السكادولر اهو ماشي. تاني حاجه ايه اللي بيعملها؟ بيختار سيلكت تاسك، بيختار تاسك. تالت حاجة بيعمل كونتكست سويتش. يعني ايه كونتكست سويتش؟ يعني سيف، يعني لود، يعني بيريترن بقى من الاي اس ار ده، بيريترن فين؟ على التاسك الجديدة. خلاص ما هو لود اهو، نيو تاسك، نيو تاسك. بالمناسبة ممكن يعمل كل ده وفي الاخر يرجع على نفس التاسك اللي هو كان شغال عليه. خلاص انا فاهم ده بالمناسبه يعني، او ممكن يروح لتاسك جديده. طيب لانه كل تك مثلا، والله مثلا انا في التك رقم مثلا 100 مثلا يعني، وحاليا انا بنافس في تاسك اسمها تاسك سوايد مثلا يعني. طيب جات لي التك بعمل ايه؟ السكادولر بيرن، بيروح يختار تاسك، بيروح يختار تاسك من ايه؟ من الريدي ليست. وهتشوف الريدي ليست دي عباره عن ايه. طيب بيروح يختار تاسك من ايه؟ من الريدي ليست. طيب هو راح بص في الريدي ليست، لا تاسك واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بس، كلهم اقل بايورتي من تاسك صغير، كل يعني تاسك صغير اعلى بايورتي، فبالتالي ايه؟ خلاص مش هو ما اختارش، فبالتالي يخش على تالت ايه؟ تالت خطوه الكونتكست سويتش. هيعمل ايه؟ هيعمل سيف لي تاسك صهيب على اساس ان هي هتتغير، بس مش هتتغير اصلا. وبعدين ايه؟ يلود التاسك الجديده، مفيش تاسك جديده، فهيروح برضو يلود الحاجات بتاعت صهيب اللي هو لسه عاملها سيف، هيروح لويتها تاني. تمام؟ وهيريتيرن لي نفس التاسك، يبقى واي كانه اصلا ما عملش حاجه، يعني واي كانه ولا عامل سيف ولا عامل لود، بس هو المفروض يعمل سيف ويعمل لود، لان ممكن تاسك صهيب دي تكون ايه؟ في تاسك اعلى منها، فبالتالي لازم هنا يعمل سيف. فاهمين اللقطه جايه منين؟ طيب وفي سؤال هيجي يقول لي طب هو ليه عامل سيف ويعمل لود؟ ما هو عارف ان هو هيعرف منين؟ ممكن تكون تاسك مثلا اتنين اللي شغاله فرنانينج، فبالتالي المفروض يروح يعمل ايه؟ كل تك السكادول بيرن، ووقت ما يرن هيروح يعمل ايه؟ بيسلكت تاسك، فبالصدفه كان في تاسك اعلى من تاسك اتنين اللي شغاله دي، فبالتالي هيعمل ايه؟ هو اختار دلوقتي، اختار دلوقتي مثلا تاسك ثلاثه دي اعلى بايورتي ماشي؟ هو اختار، هيروح يعمل ايه بعد؟ طبعا هيعمل كونتكست سويتش، هيطلع اللي جوه ويدخل اللي معاه، هيعمل ايه؟ هيعمل سيف للي معاه في الرننج، هيعمل لها سيف زي ما اتعلمنا خلاص السيف، وهيعمل ايه؟ هيعمل لود، يعني هيدخل ايه؟ هيدخل اللي هو اللي اختارها اللي هو تاسك ثلاثه دي، هيدخلها الرننج زين، هيريترن لي تاسك ثلاثه، هيخش لي تاسك ثلاثه. طيب والله يعني هو شيء يحترم وبالتوفيق وكل حاجه، بس تمام ماشي. طيب انت كنت بتقول لي شويه في ريدي ليست، وفي مش عارف، في مش عارف بلوك ليست، يعني ايه القصه دي؟ طيب مبدئيا في طبعا زي ما اتفقين ان في عندي حاجه اسمها ريدي، الريدي ستيت. الريدي ستيت دي عباره عن ايه؟ عباره عن لينكد ليست كبيره كده احنا بنسميها ريدي ليست،
تمام، لينكد ليست كبيره اهي متقسمه بايوريتي. يعني ايه متقسمه؟ يعني والله عندها بايوريتي 0 1 2 3 4 لحد البايوريتي اللي انت ايه بكونفجرها يعني. فهنا طبعا بايوريتي 0، هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4 وهكذا. طيب والله يعني هو شيء احترم. طب برضه يعني عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن لينكد ليست. طبعا كلنا عارفين اللينكد ليست عباره عن نود بتشيل داتا وبتشيل ايه؟ وبتشيل ادرس. الادرس ده بيشاور على النود اللي بعديه، فيها داتا برضه وفيها ادرس، الادرس ده وهكذا. طيب فهنا دي عباره عن نود اهي فيها داتا وفيها النكست. طب هنا بيشاور على النكست ادرس. النكست ادرس هنا ايه يعني؟ الادرس هنا اللي بيشاور عليه، قال لك بيشاور على لينكد ليست تاني خالص، بتبقى بالشكل ده. نال مثلا اهيت. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده لو بيشاور على لينكد ليست تانية، بس طبعا بالعرض. يعني ايه بالعرض؟ يعني بيجيب لك كل التاسكات اللي هي البايورتي بتاعتها صفر. فهتلاقي هنا مثلا تاسك ايه بي. طيب طب البايورتي واحد، هيقول لك لا والله ده انا عندي اكتر من، عندي والله بص اكتر من تاسك هيت عندي 3 تاسكات، ودي طبعا بتشاور على النل في الاخر. والله التاسكات اللي البريورتي بتاعتها واحد، انا عندي والله تاسك اكس واي وزد. طيب التاسكات اللي البريورتي بتاعتها 2، هيقول لك لا والله بص انا عندي غير تاسك واحده بس في السيستم اللي فاضه. طبعا نل اهوت خلاص، اللي التاسك بتاعتها 2 ودي اسمها اس مثلا. طيب البريورتي بتاعتها 3، يقول لك والله بص انا ما عنديش غير، ما عنديش اصلا، ممكن بس خلاص. فهي نل تمام. فهي عباره عن لينكد ليست، كل اليمنت فيها عباره عن بوينتر للينكد ليست تانية. يعني ديت نود اهيت بتشاور على لينكد ليست اهيت وهكذا. طيب دي طبعا الريدي ليست، ودي اللي السكادر بيختار منها تمام، على حسب بقى انت مثلا البيوريتي اللي هو مثلا كل ما الرقم كبر كل ما البيوريتي عليت، فالسكودر بيخش يرن كل تاج، فبيختار من الريدي دي واحده. فبيجي يبص على اعلى بيوريتي، اعلى بيوريتي عندي 3 مثلا، انا ما عنديش اصلا تاسكات في 3 ماشي خلاص، يبقى اعلى بيوريتي 2، فبيخش يشوف ايه التاسكات اللي متاحه في 2. فخلينا مثلا نزود هنا تاسك ثالثه، انا مثلا تاسك ثانيه وثالثه ماشي. مثلا يعني ماشي، ودي طبعا نل اهيت ماشي. اس و اتش و اي مثلا. فال التاسكات اللي بيرت بتاعتها 2، في 3 تاسكات اس و اتش و اي. طيب هل كلهم متاحين؟ ممكن يبقى مش كلهم متاحين، ممكن يبقى اتش دي مثلا في البلوك مثلا يعني، فمش فاضل غير اس و اي. مين البايورتي بتاعته اعلى يا حبيبي؟ ده الاس والاي نفس البايورتي، بس مين اللي مكتوب الاول؟ الاس. يبقى هي اللي هتتنفذ، يبقى هو هياخدها يعمل لها ايه؟ لود وريتيرن. طيب هو دخل في الاثنين ما لقاش مثلا، يعني ما كانش فيه تاسكات او التاسكات كلها في البلوك، فيروح ايه؟ يروح للبايورتي الاعلى في السيستم حاليا اللي هي واحد مثلا تمام، فيروح يختار تاسك اعلى تاسك عنده بيختارها، او التاسك اللي متاحه عنده، يعني التاسك اللي متاحه في الاعلى بس متاحه تمام. بس ممكن يخش يلاقي الاكس دي مثلا في البلوك مثلا يعني، فاللي متاح حاليا الواي، فيمسك الواي دي ويعمل لها لود ايه ويرن. طيب ده والله ده شيء يحترم يعني ماشي. طيب دي ايه؟ دي الريدي ليست اللي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الريدي ستيت. طيب في واحده تانية نفس القصه كده اسمها البلوك، بلوك ليست او البلوك دي ليست تمام. دي نفس القصه نفس الاسلوب تمام. طيب هنا برضو بيروت 0 و1 و2 و3 و4 مثلا يعني، دي برضو ايه قصتها؟ لينكد ليست برضو بتشاور على لينكد ليست تانية، نود بتشاور على لينكد ليست اهيت
دي بتشاور على نل خلاص ماشي. فدي مثلا بتشاور على ايه؟ بي سي. طيب خد بالك دول في البلوك يعني ايه؟ يعني هم عطلانين حاليا، يعني هم مثلا مستنيين والله دي مثلا عامله ديلي 500 مثلا، والله دي عامله ديلي 100، ديت بقى مش عامله ديلي، دي بتويت على ايفنت لسه الايفنت ما جاش فهي مستنيه. طيب البروتي بتاعتهم واحده واحد يعني حلو والله. لا والله ده ما فيش، ده ما انا مع يعني حاليا لسه التاسكات بتاعت بيرتي واحد يعني لسه ما فيش اي حاجه. طب بيرتي اتنين يقول لك لا والله ده انا عندي التاسك اللي اسمها اس، هي حاليا في البلوك بتويت على 50 مثلا، 50 مللي. طيب التاسكات دي مين اللي بيطلعها من البلوك؟ يعني هي ايه التراكنج بتاعها؟ مين اللي بيروح لمين؟ طيب مبدئيا كده السكادول لما بيران اول حاجه بيروح يعملها، تقول لي اهو ده انت كاتبها ورا، ده انا بكتب وراك اهي. اول حاجه بيروح يعملها اللي هو يختار إيه، مش يعني مش قوي كده. اول حاجه بيروح يعملها اللي هو بيروح ييفالويت التكس اللي موجوده في البلوكس، التاسكس اللي موجوده في البلوك. بمعنى ايه؟ بيبقى في كاونتر هنا تمام، بيبقى في كاونتر هنا الاوبريتنج سيستم يعني هو اللي بيوفره، هو اللي مكريته اصلا وانس، يعني اسمه مثلا كاونتر تيك مثلا. يعني كل تيك بتعدي بيخش يزود التيك ديت، فالتيك دي مثلا حاليا مثلا 99 مثلا يعني، فالتيك اللي جايه ال 99 دي هتبقى ايه؟ تبقى 100. فالسكادول بيروح يطلع التاسك بي ديت من البلوك يوديها فين؟ يوديها للري. هيوديها فين؟ التاسك بي دي كانت موجوده اهي، هيروح يحطها في المكان بتاعتها في البيروتي صفر، في هيروح يحطها اهو، ما هو بيخترعش. طيب والله بقى والله حاليا كان في 499 مثلا، ولما جيت التك اللي بعديها بقت 500 حلو، هيروح يطلع التاسك ايه دي من البلوك الاسكادولا، هيروح يطلعها من البلوك، هيوديها فين؟ يوديها هنا مكانها، يحطها مكانها في الريدي، ما فيش اي اختراع والله. كانت بتويت على ايفنت هنا، التاسك اللي هي اسمها سي مثلا، بعد ما الايفنت حصل ايه اللي حصل؟ الاسكادول هيطلعها ويحطها مكانها، هي يعني مثلا ما اعرفش كانت موجوده مثلا هنا اهي مثلا، يعني دي مثلا سي اهي مش زد يعني تمام. فالاسكادول اول ما يرن بيروح يعمل ايه؟ قبل ما يروح يختار، لان ده شيء منطقي جدا، ممكن هو محتاج يروح للبلوك الاول، محتاج يروح للبلوك ليه؟ لان التاسك اللي هتشتغل ممكن تكون اصلا كانت في البلوك وانا هطلعها، ده شيء يعني طبيعي جدا ومنطقي. بيروح للبلوك، بيروح ايفالويت التاسكات. يعني ايه ايفالويت التاسكات؟ يعني بيروح يشوف والله هل في تاسك عايزه تطلع، خلصت الديلي بتاعها، الايفنت بتاعها جه، القصه بتاعتها جت، بيروح يشوف وبيروح يزود الايه؟ والكاونتر بيزيد، ده طبعا ده باي اوبريتنج والايه؟ الكاونتر زي ما قلنا الكاونتر ده بيزيد، الكاونتر ده الخاص بالبلوك ستيت بيزيد، بيروح ايفالويت التاسكات. كلمه ايفالويت دي مهمه جدا، خليك فاكر ايفالويت، ايفالويت دي يعني معنى اللي هو ايه؟ بيروح يشوف والله يعني صباح الخير يا تاسكات، ايه القصه؟ في حد عايز يطلع، في حد خلص، في حد قرب يخلص، في حد بيوتو على الايفنت والايفنت بتاعه جه، او يعني كده. فبيروح يطلع التاسكات من البلوك يحطها فين؟ في الريدي. وانس ان هو خلاص خلص البلوك وبقى الريدي قدامه، بيروح بقى يختار تمام. طيب بيروح يختار بقى تاسك، بقى التاسك المناسبه. وبعد ما يروح يختار التاسك المناسبه بيعمل ايه؟ بيروح يعمل كونتكست سويتش، يعني بيعمل ايه؟ يعني بيسيف، تعلمنا ازاي نسيف ويلود، وتعلمنا ازاي نلود وبيريترن بقى على التاسك دي. هيجي برضو هنا حاجة مهمة جدا، ان هو يعني انت عايز تقولني، عايز تقول لي تمام، ان هو دلوقتي every tick، كل تيك لا يعني كنا من شوية كاتبينها الاي اس ار، يعني بي ايفالويت
تمام، وقلنا عرفنا كلمة evaluate بيفلويت التاسكات، عرفنا بيفلويت التاسكات يعني ايه، يعني بيروح يزود الكاونتر اللي موجود في البلوك ستيت، بيروح يزود الكاونتر ده وبيروح يشوف التاسكات دي بقى، لو حد خلص خلاص الديلي بتاعه خلاص بيطلعه للريدي، بيحط طبعا في المكان بتاعه في البيوريتي بتاعتها في المكان بتاعه. طيب وبعد كده بيروح يعمل ايه؟ نفس الخطوات اللي احنا ايه قلناها ورا اللي هي دي، نفس الخطوات دي، بيروح يختار تاسك، بيروح يعمل كونتكست سويتش اند سو اون. طيب هنيجي هنا بقى حاجه مهمه جدا، ودي ان شاء الله اخر حاجه، خلاص احنا خلصنا السيشن بتاعت النهارده، تمام. طيب هتلاقي عندك يعني ان شاء الله لما يجي نكتب كود هتلاقي هنا بيقول لك شايف void المين بتاعتك، تمام، وهتلاقي هنا بيقول لك كرييشن كرييت تاسك، وده اللي انا كنت بقول لك عليها كرييشن تاسك اهيت. بتلاقي يعني الاي بي اي الاوبريتنج سيستم بيوفره لك اسمه كرييشن او في كرييشن تاسك حاجه كده يعني. طيب زين ممكن هنا شويه حاجات زين في الاخر خالص، ستارت سكادولر، بيبدأ بقى السكادولر، بيبدأ بقى السيستم بتاعي يقوم. يعني ستارت سكادولر، خلي بالك بقى عشان ده كلام كبار، اللي هيتقال ده كلام كبار. طيب ماشي، اول حاجة ستارت سكادولر اي بي اي فانكشن ديت، فهقول لك والله بص يعني اول حاجه هروح اكريت الاوبريتنج سيستم، بيروح يكريت حاجه اسمها ايدل ايدل تاسك. وبتكون اقل بايوريتي، يعني ايه اقل بيرتي؟ يعني البيرتي بتاعتي تبقى صفر، اقل بيرتي البيرتي بيديها بيرتي صفر. طيب ايه البيرتي الصفر ده؟ مش مهندس انا مش فاهم. قال لك ممكن تكون انت عندك السيستم بتاعك مثلا قايم على اربع خمس تاسكات، في تاسك فيهم والله داخله في البروك ستيت، وفي تاسك تانية كانت في الرننج، وفي تاسكتين في البلوك بس ايه مش ديلي، والله ده واحده بتويت على ايفنت وواحده تانية بتويت مثلا على سيمافور او بتريكويست سيمافور، والسيمافور مش ايه مش افيلبل ماشي. يبقى حاليا ايه اللي موجود عندي في السيستم؟ في الرننج بس في تاسك، وبقيه التاسكات كلها في البلوك. طيب التاسك اللي في الرننج دي حصل لها ديلي ودخل دلوقتي، بقى السيستم كل التاسكات اللي عندي فين؟ في البلوك. السيستم بقى يقف، نقفل بقى الدكان ونمشي؟ قال لك لا، الاوبريتنج سيستم بيبروفايد ليك حاجه اسمها الايدل تاسك. الايدل تاسك دي تاسك زي تاسك عاديه، بتبقى واخده اقل بيوريتي عندي في السيستم، بيحصل لها كول وانس ان كل التاسكات اللي عندك في السيستم في البلوك، فاللي بيحصل لها كول وبتتنفس. بس جاست بس انك بتكونفيجر، يعني بتكونفيجر يعني شويه كونفيجريشن عشان تعمل لها طبعا ايه، عشان لو انت عايز تكتب الامبلمنتيشن بتاعها، لو انت عايز تكتب امبلمنتيشن للايدل تاسك دي مثلا، انت عايز تتوجل مثلا عشان تتريس ان التاسكات بتاعتك كلها في البلوك، ان الايدل تاسك دي بتاعتك شغاله، ممكن تكونفيجر شويه حاجات كده هنشوفها يعني في الفري ارتس كونفيج دوت اتش، وبتروح تكتب الامبلمنتيشن بتاعها. طيب عظيم جدا. يبقى انا حاليا كل محتاج تعرفه انك يعني في الجزء الثيوريتيكال ده، ان الايدل تاسك ما هي الا تاسك بيحصل لها كول، الاوبريتنج سيستم بيعمل لها كول وانس ان كل التاسكات اللي عندك في السيستم في البلوك ستيت او يعني او في السسبند. انا ما عنديش تاسكات حاليا في السيستم في الريدي، ده معنى الكلام يعني ما فيش تاسكات في الريدي، فالسيستم بتاعي طبعا مش هيقف، لازم يبقى في حاجه شغاله في الباك جراوند، في لازم يبقى في حاجه شغاله. فهو الاوبريتنج سيستم
اول حاجه بيعملها وانس اللي انا وانس اللي انا وصلت للستارت سكادولر وخلاص. خد بالك ستارت سكادولر ده هنخش فيه انا مش هطلع، ده لمعلوماتكم يعني، انا هخش في الفانكشن دي انا مش هطلع خلاص انفاينايت بقى للصبح. طيب فهو اول حاجه بيروح يعمل ايه؟ بيكاري التاسك اسمها ايدل تاسك وبيديها بايورتي صفر وبيركن. ماشي يا سيدي، دي اول حاجه. ايه تاني حاجه؟ قالك بيروح يعمل ايه؟ كونفيجر التايمر اللي هو السيستك، السيستم تايمر او السيستك. ماشي زين. طيب يعني ايه بيكونفيجر تايمر؟ يعني يعني بيشوف بقى الاي اس ار بتاع التك اللي احنا شفناه من شويه اللي كنا بنتكلم ده بيجي يعمل ايه. ده هيجيلي كل قد ايه؟ دي معنى كلمه كونفيجر التايمر. يعني هشوف الاس ار التك دي هتجيلي، والله هتجيلي كل واحد ملي، كل 2 ملي هتشوفها كل فوق بيروح يكونفيجرها. سوري ماشي. 3 بيروح يستارت التايمر. كلمة ستارت التايمر ديت يعني الاسكادولر قام خلاص اشتغل وهيختار، يختار تاسك. ماشي عظيم جدا. طيب خد بالك الاي اس ار تيك دي طبعا كنا بنقول ان هي بتيجي كل واحد او كل اتنين او كل تلاتة او كل اربعة ملي، يعني حسب انت بتكونفيجرها ايه. معنى ذلك ان هي ايه؟ بيريودك. فطبعا زي ما قلنا قبل كده ان التك ديت وانس ان هي تيجي هتنفذ شوية حاجات. احنا كنا كاتبينها من شوية بس هنرجع نكتبها تاني، خلينا نكتبها هنا عشان ننهي. التك اهيت بتعمل ايه؟ زي ما قلنا التك اول ما تيجي بتعمل ايه؟ السكادولر بيحل، السكادولر بيقوم بيعمل ايه؟ بيروح للريدي. اقول لك لا، بيروح للايه؟ للبلوك. بيروح يعمل ايه؟ ري ايفالويت للتاسك. يعني ايه ايفالويت التاسك؟ اللي بيروح يزود انكريمنت التك كاونتر الاكوردنج طبعا للبلوك ستيت. تمام، وده طبعا الانكريمنت تك اللي هو التك كاونتر ده الاوبريتنج سيستم او ان شاء الله هنشتغل فيه ارتوس يعني. فهتلاقي هو اللي بيقدمه، هو اللي بيروفايده يعني بيروفايد الكاونتر تك ده عشان يتراك التاسكات اللي موجوده فين. ايه التاسكات اللي موجوده، سوري بس على الخط انا بكتب يعني بشكل تريفيال كده. تمام، موجوده في البلوك. طيب اوكي. تاني حاجه بيعمل ايه؟ والله هو عمل انكريمنت للتك وما لقاش فيه تاسكات لسه ينفع تخرج من البلوك. ماشي قشطه خلاص. او في تاسكات خرجها من البلوك حطها في الريدي. ماشي خلاص. ايه الخطوه التانيه التانيه المنطقيه؟ هيختار واحد اثنين ماشي. اتنين هيعمل ايه؟ هيعمل سيف كرنت. طبعا هتقولي هو ما اختارش. لا لا لا، هو اختار يعني، هو خلاص عمل انكريمنت للتك وشال التاسكات اللي هي خلصت التكس بتاعتها او التاسكات اللي هي كانت بتدوت على ايفل وحطها في الريدي واختار تاسك. هنفترض مثلا ان هو اختار تاسك ايه مثلا، ايه دي التاسك حاليا اللي هو اختارها. ماشي، هيروح يعمل ايه؟ هيروح يعمل سيف كارنت للحاجه اللي هو واقف فيها حاليا، الحاجه اللي هو واقف فيها حاليا. طيب ماشي اوكي. وبعدين هيروح يعمل ايه؟ هيروح يلود الكونتكست. لود الكونتكست يعني يلود التاسكات، التاسكايه بتاعت الايه، هيروح يلودها. تمام. طيب وي زين ايه
زين بقى هي ايه زي ما قلنا هيريترن على التاسك، على التاسك ايه ايه الجديده. يبقى كده ملخص الكلام، الموضوع بكل بساطه تمام. اول حاجه هيعملها هيعمل انكريمنت للتك كاونتر، والتك كاونتر ده زي ما قلنا ده شيء مهم جدا. الفري ارتوس او الاوبريتنج سيستم اللي انت هتشتغل عليه هو اللي بيقدمه عشان يفاليويت التاسكات الموجوده في البلوك ستيت. ماشي اوكي. طيب بعد ما عمل انكريمنت وطلع التاسكات اللي موجوده في البلوكس لو هي خلصت يعني بيحطها في الريدي. زين بيعمل ايه؟ زين بيختار تاسك. والله انا اخترت تاسك بيسيف الكرنت الاول اللي هو موجود فيه. زين بيختار تاسك، بيختار تاسك يعني ايه؟ بيختار تاسك والله مثلا تاسك بي مثلا، هي دي والله المناسبه ولقيتها الاعلى بايورتي. بعد ما يختار تاسك بي بيروح يلود بقى، بيروح يلود الكونتكست بتاعها. وعرفنا ان بيلود الكونتكست بتاعها ده ازاي، لو هي اول مره تقوم هو هيلودها ازاي. قلنا اثناء الكرييشن تاسك، التاسك بيتعمل لها ثلاث حاجات. بيعمل بي بي كل تاسك بيبقى ليها الستاك بوينت، الستاك بتاعها والتي سي بي بتاعها، وحاجه مهمه جدا بيتعمل لها انيشاليزيشن. بيتعمل لها انيشاليزيشن يعني ايه؟ يعني بيروح يحط بيتراك البي سي والستاك بوينتر والسي بي ريجستر وكل الحاجات وي كانها كانت شغاله قبل كده، وي كانها برغم ان هي لسه بالكيسه. يعني التاسك دي لسه اول مره تشتغل اصلا، هو هيجيب منين؟ هو اللي هو البنج سيستم بيوفر الحاجات دي. اتمنى تكون الكونتكست سويتشنج يعني تمام، شرحت بشكل كويس، وان شاء الله السيشن الجايه هناخد بقى ايه، هنخش بتقولنا شويه في ال هنخش بتقولنا شويه في السكادولينج بوليسي، وهنتعلم شويه حاجات في ال how to track او how to schedule التاسكات او how to ازاي ازاي تخلي السيستم بتاعك سكادولابل او فيزابل. علمكم الله ما ينفع ونفعكم بما علمكم.